مرحبا، أنا الشيف إيناس عاهد، رح أخبركم عن مشروع مزرعتي اللي هو مشروع يوجد بطريق المطار، الأول من نوعه بالأردن أو بالشرق الأوسط بشكل عام. مشروع بيتيح للعديد من السيدات والعائلات إنهم يتجولوا بالمزرعة وانتقاء الخضروات والفواكه الطبيعية الخالية من أي مواد كيماوية. كما بتتميز مزرعتي بمناطق مخصصة لتعليم الأطفال وتعليم المدارس على الزراعة الطبيعية، بالإضافة للي بيحب يتذوق هاي المأكولات أو الخضروات الطبيعية الفريش بيقدر يزور مطعم مزرعتي اللي منقدم هاي الأكلات مباشرة من المزرعة. بتمنى تزورونا على موقع مزرعتي وتشوفوا الأصناف اللي منقدمها الفريش الطبيعية والخالية من أي مواد كيماوية.